عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حيث نلتقي. حكينا البارحة على ليلة النص وعرفنا اللي هي ميلاد سيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه. عرفنا برشا حاجات وسألت آخر سؤال للشيخ أحمد، مرحبا بك شيخ أحمد، اللي كان علاش تقولوا الإمام الحسن مش سيدنا الحسن؟ لا شك ولا ريب أن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام هو سيد وسيد كل المسلمين. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ابني هذا سيد، بل وردت في حقه أعظم سيادة وهي سيادة الجنة، ورد في حقه وفي حق أخيه الإمام الحسين عليهما السلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ولكن عندما نقول الإمام الحسن عليه السلام هذا بناء على ما نعتقده من كونهم أئمة نصبوا من الله عز وجل، الإمام علي، الإمام الحسن، الحسين، إلى آخر قائمة الأئمة التي نعتقد بها. والشيخ كريم حفظه الله أشار إلى هذه المسألة في عندما أشار إلى امتداد عصر التشريع كما ذكرتم، من جهة أنه عندنا 12 إمام، فهو سيد سلام الله عليه وهو إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام. قلت سلام الله عليه، السنة يقولون رضي الله عنه، علاش تقولوا سلام الله عليه؟ يعني على علمي أنه فقط للأنبياء يقال سلام الله عليه. لا يوجد اختصاص للأنبياء أن عليه السلام خاصة بالأنبياء، لا دليل على تخصيص الأنبياء. وكان متعارفا عند كل المسلمين أن أهل البيت إذا ذكروا يسلم عليهم، يقال عليهم السلام. الآن يمكن أي الوسط الشيعي واضحة القضية، في الوسط السني يمكن أي مشاهد سني، كن الشيخ كريم صحح لي، يفتح صحيح البخاري، في البخاري محمد بن إسماعيل البخاري باب مناقب فاطمة عليها السلام، باب مناقب علي عليه السلام. إيه هذا موجود في البخاري، ولكن أنا مسألة السلام لابد أن نفصل فيها شوي. احنا في عند التشهد الاخير شو يقول المسلم؟ قل السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالسلام على عباد الله الصالحين ليس يعني مساله تعبديه، ولكن اصطلاحا درج الناس على حصر السلام على الانبياء والصحابة، قولوا رضي الله عنهم وما من كان الدارج يعني. أي ما كان دون الصحابة يعني من التابعين أو تابعين فنقول رحمه الله. وحتى رضي الله عنه في حد ذاتها لك أن تقولها على سبيل الدعاء، لأنه فيما هو على سبيل الدعاء وفيما هو على سبيل يعني التقرير، يعني إن شاء الله يرضى عليه هذا هو. لا ما هو على سبيل التقرير أي أن الله قد رضي عنه، وهذه قد تكون يعني أصح ما يمكن في أهل العقبة. رضي الله عن المؤمنين إذ بينعونك تحت الشجرة، هذا ثابت عليهم رضاية الله سبحانه وتعالى، وفي غير موضع. أما أن نقول رضي الله عنه بمعنى نسأل الله أن يرضى عنه، فهذه لك أن تقول حتى على والدك وعلى ابنك وعلى جارك وعلى أخيك وعلى صيغة الدعاء. كما نقول المغفور له، فنحن لا نجزم له بالغفران، ولكن هذه المغفور له، المغفور له بإذن الله أو المرحوم، فنحن لا لسنا متأكدين من أنه مرحوم، ولكن هذه تقال على صيغة على وجه الدعاء وليست على وجه التقرير. فإذا قلت المرحوم وكأنك تقرر أن الله قد رحمه فهذا تألي على الله. أما إن كنت قلت المرحوم على صيغة الدعاء نسأل الله أن يكون مرحوما فهذا جائز ولا خلاف فيه. ما لا أما أحسن نقول عليهم السلام ولا نقول رضي الله عنهم؟ أما 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 أسمى في شخصيتهم هما كآل البيت؟ كآل البيت من عاصر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له معه صحبة فنقول رضي الله عنه، ومن كان غير ذلك فنقول رحمه الله. والله تعالى أعلم. يعني ما نقولوش عليهم السلام سيدنا علي، سيدنا الحسن، سيدنا الحسين، سيدنا فاطمة الزهراء. إن قلنا على وجه السلام الذي لا يعتقد به تسويتهم بالأنبياء فهذا لا خلاف، لا شيء فيه. ولكن تدخل هنا نية
نية القائل. القول. نية القائل في حد ذاته. فإن كان قوله على نية السلام كما نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وفي الأثر أنه يعني قلت هذا فكأنك سلمت على كل عبد صالح في السماوات والأرض. لا حتى قبلها قلنا السلام علينا زيدا. السلام علينا, علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهذا أظن من ذنوبي أنا السلام علينا أقل. نعم. فهذا هذا هذا يعني تدخل فيه نية القائل. نعم. علما أنه مثل هال الخلافات الشكلية أو المشادات هذه اللفظية غالبا يعني لا طائلة من ورائها، يعني هو فقط من باب التقدير هكذا القصد. نعم نعم. هو من باب التقدير والإجلال والاحترام، والأصل في المسلم أن يقدر ويجل كل مسلم وكل نفس مؤمنة، فضلا أن يكون من آل بيت رسول الله، فضلا من أن يكون يعني الحسن رضي الله عنه وهو سيد شباب أهل الجنة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث مشترك بيننا يعني متفق عليه أنه سيد شباب أهل الجنة. فإن قيل رضي الله عنه كان لا حرج في ذلك، وإن قيل عليه السلام لا حرج في ذلك، وإن قيل رحمه الله فلا حرج في ذلك. فهذا المسألة واسعة وتقييد. يعني لم يخص كلمة عليهم السلام في الآخر لم يخص بها الأنبياء، يعني للمرء أن يقولها وردت على بآل البيت والصحابة على لسان عيسى بن مريم عليه السلام، قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فيعني السلام هو حتى بيناتنا نقول السلام عليكم بل انه سلام الله عليه السلام. نعم سلام طبعا الله. هي واردت في حق خديجه. نعم ولذلك انا التزمت بعليها السلام. نعم لانه ثبت انه ان الله لها سلام من الله خاص. نعم. ان الله يقرئك السلام. قضيه مهمه، نحن لا نعتقد اهل البيت عليهم السلام خصوصيه لا نسويهم بالصحابه. يعني نحن عقيدتنا انهم لا يعني قوم مخصوصون بكرامه الهيه، فلذلك لا نساوي بصعب. نعم الصحابة نقول رضي الله عنهم على الذين بالفعل رضي الله عنهم وثبت لهم الرضا، أما أهل البيت فنحن بالفعل هنا بالفعل رضي الله عنهم ليس حيث نلتقي. لا نحن لأنه ستقول حيث لا في هذه لا أعتقد أننا سنلتقي، وإن كان الموضوع يحتاج محاورة عقلانية ولكن لهذا لا نحن ليس برنامجنا ليس وليس نحن بالعكس نحاول أن نقرب الأفكار، ولعله بعد إذا قربنا الأفكار نصل في يوم من الأيام أن يكون عندنا نقاش عقلاني في هذا الأمر لفصل الحقيقة ولإيجاد الحقيقة ولإيجاد. نحن من الجيد اجتمعنا على الإمام الحسن عليه السلام فلنبقى فيه. نعم جميل جدا. طيب سأوجه السؤال لك شيخ أحمد، ليس لأنه هم عندهم أكثر يعني قرب لآل البيت، آل البيت للجميع كما قلنا وبدأنا أن نقول، الإمام الحسن ما هو عند أهل السنة؟ تسمية الإمام عند أهل السنة تطلق على الخلفاء، فالإمام الإمامة العظمى ما يعرف بالإمامة العظمى والإمامة الكبرى هي إمامة المسلمين أو إمارة المؤمنين، فلفظ الإمام يطلق على أمير المؤمنين. ومما لا يختلف فيه أهل السنة ولا الشيعة أن الحسن رضي الله عنه كان خليفة لفترة وجيزة، وهذا يعرفه المحققون من أهل السنة وطلبة العلم، أما عامة المسلمين فلا دراية لهم بهذه الخلافة، أولا لقصر مدتها ولأنه غالبا نحن نعرف الخلفاء الراشدين أربعة، الخلفاء الأربعة، وحتى من أراد أن يضيف على الأربعة أضاف غير الحسن، أضافوا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأضافوا بعضهم أشار إلى هارون، وبعضهم أشار إلى غيره على أنهم على خلافة راشدة. أما الخلافة الراشدة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما في الحديث أنها تكون بعد خلافة راشدة 30 عام أو 30 سنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلما نحسب وقت أمير المؤمنين الخليفة أبو بكر وأمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين عثمان وأمير المؤمنين علي نجد أن 30 عاما بقيت منقوصة في أشهر 6، وتلك الأشهر 6 هي التي كان فيها الحسن إماما على المسلمين مع منازعة، لأنه كان فيه يعني كان فيه خلاف. علاش ما نقولوش الخلفاء 5؟ شبينا نقولوا الخلفاء 4 كهو عند أهل التحقيق وعند أهل العلم وعند يعني طلبة العلم معروف هذا معروف، ولكن لا يقال معروف لا يقال وهو من الظلم للإمام الحسن أن سنتنازل إلى المقاييس
السنية يعني مثل ما تفضلتم إذا أضيف خليفة خامس فهو عمر بن عبد العزيز. نعم. يعني كان سيرة الإمام الحسن 6 أشهر تلك يعني ملغاة تماما من التاريخ. هي ليست ملغاة ولكن ليست متداولة حتى يعني هناك الكثير من الأمور الغير متداولة، وهذا قد يعد تقصيرا كما أنه قد يعتبر لدواعي أخرى، لأنه لما تأجج الخلاف أصبح كثير من الأمور حتى العلمية تسيرها هذه الخلافات، كما ذكرنا منها قضية عليه السلام. نعم. البعض نص أن المتقدمي أهل السنة كانوا يقولون عليه السلام، عليه السلام. لكن خوفا أن يتهموا بالتشيع أصبحوا نعم. يتركونها يعني. ايه. وحتى الصلاة على الآل التي ذكرناها قبل لعله حلقتين. حلقتين. نعم. صح. نعم. البعض نص أن كل المتقدمين كانوا يذكرون صلى الله عليه وآله، ولكن لأن هذه الصلاة على الآل أصبحت شعار للتشيع فأسقط الآل منها. إلا أنها في الحقيقة ليست هكذا، ولمن يريد يمكن يرجع هو مبحث يشاهد، فالموضوع ليس كثير. لو أخذنا الدوافع التي جعلت أهل السنة يتوجهون بهذا الاتجاه والشيعة يتوجهون بالاتجاه التالي وأصل الخلاف، سنجد أنه كثير من الأمور اكتست صبغتها من هذا الخلاف وخروجا من هذا الخلاف. فمثلا تجد أهل السنة يقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته يعني أجمعين، أضيفت لكي يؤكد علاش أجمعين ما عنده علاقة بالمذهب الشيعة، البعض مقبول والبعض مردود. نعم. فخروجا من هذا وهروبا من التشبه بالشيعة أصبح يقول اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وعلى أزواجه وذرياته وأتباعه. رغم أنه لم يرد عن النبي هذه الصيغة، لم ترد عن النبي، ولكن خروجا كما هو الحال. هذا مقيس إذا أردنا قياسه، فقد نجد له أصلا في السنة أو في 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 عمل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان مثلا إذا أراد جاهلي للدخول في الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقف على ذلك. هنا نجتمع. ولكن إذا أتى نصراني فلابد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله بحسب عقيدته السابقة لكي يخرج من عقيدته السابقة، وهكذا. نعم. ثم نصارى نجران كانوا يقرون بنبوة محمد، عملوا حيلة كانوا يقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يقولون نبي العرب، فأضيف في لفظ شهادته من أراد منهم أن يدخل الإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وأشهد أن محمد رسول الله بشيرا ونذيرا للناس كافة حتى يخرج عن عقيدته تلك. فهذا الهروب من التشبه بالمختلف أو المسألة هذه هذا موجود. لذلك تجد صيغة الصلاة تزيد كلما جلب أراد أن يؤكد أين هو ومن أين ابتعد يعني. ابتعادهم والعكس صحيح. لكن هذه يعني هذه الآن قاعدة فقهية أصبحت، هي أن الشيء إذا كان ثابتا طبعا كمستحب وأصبح شعارا لفرقة أخرى فيترك المستحب خلاف. الثابت لخلاف يعني المصلحة في الخلاف. نعم. وهذا طبعا هذه القاعدة الفقهية التي البعض من المدرسة السنية نظر لها يعني على خلاف هذا البرنامج تماما. نعم. نحن حيث نلتقي نبحث عن نقاط التقاء. نعم. لنقويها. نعم. ونقدمها للناس للمشاهد للمستمعين. لا، البعض كان ينظر إلى نقاط الاختلاف وحتى لو توجد نقطة التقاء تسقط هذه النقطة. نعم. لترسيخ الاختلاف. نعم. الاختلاف. والمظلوم الأكبر من هذه القضية أهل البيت. الآن كم قضية مثل قضية الصلاة عليهم، قضية عليهم السلام وغيرها من الأمور، ولو شئنا لو عددنا الكثير من هذه. نعم. حتى قضية التختم. نعم. البعض كان ينص على أنه يستحب التختم في اليمين أصبح ينص على شعار للشيعة فأصبح التختم باليسار. وأنا على تعليقا على كلمة الشيخ قال المظلوم في هذا أهل البيت، أنا في اعتقادي أن المظلوم في هذا هي أمة الإسلام. أحسنت. وإذا أردنا فعلا أن نوصف الأمر بوصف صحيح فالمظلوم في هذا هم عامة المسلمين شيعة كانوا أم سنة، وأمة الإسلام عانت من هذا الانقسام ومن هذا الشرخ طويلا ولا زالت وانتهكنا باسمه من كل ناحية. بل إن أحد المسلمين سنيا كان أم شيعي يقبل أن يكون له مودة
وصداقة مع يهودي ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقبل أن تكون له ود وجوار وصداقة مع شيعي أو مع سني حتى أن يتكلم بكلمة يقول شيعي كل الأنظار توجه عليه. يقول لك ملحد تفرح صحيح. يقول لك شيعي تتغشى. يعني المسألة لابد من نريد أن نخرج من كل هذا ولهذا هذا البرنامج جاء حيث نلتقي لأنه حقيقة الموضوع كما قال الشيخ كريم بارك الله فيه ليس فقط في موضوع أنه نحن انقسمنا لكن حتى الغرب هناك هجمات كبيرة لو كنا متوحدين لكنا أقوى العود إن كان في الحزمة. ذلك الشرخ هو الذي فتح ليدخل منه أكرمكم الله كل من هب ودب من غرب وشرق ولعب الشيطان بين الإخوة في هذا الباب لعبا كثيرا صحيح. نسأل الله أنه يحفظ الأمة وإن كان أمين. عندي ملاحظة بسيطة نقولها رأوا الغاية ليست أنه نروج للمذهب السني عند الشيعة ولا نروج للمذهب الشيعي عند السنة إنما أردنا من خلال برنامجنا هذا وهذا ما تكلمناش فيه إحنا الحقيقة انطلقنا في الحلقات بشكل مباشر ولكن ما أردناه من خلال هذا البرنامج هو تبيين أنه كما هناك نقاط اختلاف هناك أيضا وترون أنه في برنامجنا في وقفنا على كثير من نقاط الاختلاف كثير أنا هناك أشياء ما كنت أعرفها أصلا يعني حقيقة. كذلك هناك نقاط التقاء عامل البعض على يعني طمسها وعلى كفرها خلينا وكأنه بالمصطلح لإشعال هذا الاختلاف أو هذا هذه الفرقة يعني سأتكلم في هذا طويل ولكن أختصر أنا سأرجع إلى موضوع الحلقة نعم الإمام الحسن عليه السلام تاريخيا أنا سأتعلم من منطلق تاريخي لا من منطلق ديني أو مذهبي هو رمز من رموز توحيد الأمة نعم هو الشخص الذي استطاع حقن دماء المسلمين نعم صحيح وجمع الكلمة وقدم المصلحة العامة وهي أن يتحد المسلمون وتحقن الدماء تنازل على أي قضية أخرى قد نختلف في لفظة التنازل لكن الأثر له لم يكره ولم يتنازل هي قضية لها تفصيلات والمضي لكن بالنهاية نتفق سنة وشيعة أنه استطاع أن يحقن دماء المسلمين به دماء المسلمين نعم بشارة نبوية في ذلك أنه سيفعل هذا الدور وأن يجمع كلمة المسلمين نعم وأرجع الأمتين لأنه كان شرخ كبير جدا بين المسلمين أرجعها أمة واحدة تحت عنوان الإسلام تحت إمام فلذلك واحد. التقاؤنا في الإمام الحسن عليه السلام وكنا نختلف في العنوان أنه نعم. إمام خليفة صحابي لكن هو بالفعل نقطة التقاء عظيمة وأعود إلى الليلة الماضية إحياء ذكراه هو إحياء لفكرة جمع الكلمة وتوحيد جناحي هذه الأمة الذي صار شيء مهم بالنسبة لنا في الوقت الحالي حقيقة يعني هذا الأمر طيب ولكن خليني تفضل خليني أنا لن أتكلم خليني نشاكس شوي جيد تفضل هو مش مشاكسة من باب المشاكسة ولكن من باب العلمي بالشيء ومن باب الفضول حقيقة لأنه مثلا ما نعرفه وما عندنا ولا ويصلح لي الشيخ بالنسبة لمراجع الشيعة أن أبناء علي رضي الله عنه أمير المؤمنين كانوا بين 28 وهناك من أوصلهم إلى 30 فنحن لا نسمع إلا ذكر الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة علما وأن أبا بكر بن علي بن أبي طالب استشهد مع الحسين وأن عثمان بن علي بن أبي طالب استشهد مع الحسين وأن أحد العمرين المنسوبين إلى أبناء علي بن أبي طالب استشهد مع الحسين فأين كل هؤلاء ولما أنا عجبتني الأسماء لا أنا اخترتها متعمدة المشاكسة المشاكسة واضح يعني الأسماء أبو بكر بن علي نعم أبو رضي الله عنه أو رحمه الله وهنالك عثمان بن علي وهنالك عمر بن عمر علي عمر فلماذا وعبيد الله بن علي وهناك يعني عدد لا بأس به من أبناء علي رضي الله عنه لما لم لا نجد في أثرهم أو حتى ذكرهم أو نعم. حتى يعني ترفيع شأنهم كما نرى في شأن الحسن والحسين فهل هذا لأن أمهاتهم لسنا على حال السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول علما وأنه إذا سلمنا بالإمامة لعلي فالإمامة في نسل علي كله أو أن هذا لأن أسماءهم ربما تثير غيظ تثير
بعض الكوامن تثير القناعات لعلها تحرك إشكال في القناعات. أولا تقديسنا للحسن والحسين هو بذاته تقديس لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم هم فقط أصباط النبي، أو لعل المشاهد كلمة صبت لم يعتد عليها، أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله. البقية وإن كانوا أبناء لعلي عليه السلام لكنهم ليسوا أحفادا أصباطا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا يؤكد قضية محبة الشيعة للنبي صلى الله عليه وآله وارتباطهم الوثيق برسول الله وكل من ارتبط برسول الله. هذا سبب. ثانيا ما ورد في حقهم أبناء أمير المؤمنين علي عليه السلام، البقية محترمين طبعا، ولكن لم يرد في حقهم أنهم سيد شباب أهل الجنة. وهذه السيادة ليست لأنهم أصباط للنبي صلى الله عليه وآله، إنما لأن لهم مكانة عند الله عظيمة. هذه الكمالات الموجودة في الحسن والحسين لم توجد في غيرهم، بالإضافة إلى أنهم كما ذكرت أنهم أئمة بالنص. الإمامة عند الشيعة ليست وراثة كما يروج أنه لا يعني فلان يرث، لا، هي بالنص، بالنص من الله عز وجل. ولماذا الشيعة هم إمامية إثنى عشرية؟ اللطيف الحديث عند السنة والشيعة، يلي هذا الأمر من بعدي 12 أميرا أو 12 خليفة. الشيعة إنما قالوا باثنى عشر إماما بناء على النص المشترك بين الشيعة والسنة. فتقديسهم للحسن والحسين من هذا الباب. البقية يذكرون في مواضيعهم، مثلا لما يقرأ الشيعة مقتل الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء تذكر كل هذه الأسماء، ويذكر مقتل كل شخص منهم بالتفصيل، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تذكر فيها هذه الشخصية. طيب لما ذكرت سيدة شباب أهل الجنة، هذا ذو يعني عندي تعليق على المسألة هذه، لأنه قال هما سيدة شباب أهل الجنة لمكانة كثيرة، لمشاكسات كثيرة. لا لا، هو تعليق فقط أو استفسار لعله. أنا كنت سأسأل في هذا الغرض، لأنه إذا كان سيدة شباب أهل الجنة، عندي قراءة أخرى أو عندي يعني رؤية أخرى للمسألة، لأنه هما ليس سيدة شباب أهل الجنة لصلتهما بالنبي، وليس سيدة شباب أهل الجنة لمكانة كما ذكر، إنما هما سيدة شباب أهل الجنة بعملهما. فأحدهما حقن به الله سبحانه وتعالى دماء المسلمين، وأصلح الله به بين أمتين، ويعني دفع به مقتلة عظيمة كادت تأخذ يعني الأخضر واليابس. والثاني شهدته معلومة، يعني الثاني بذل دمه لأجل حفظ واستشهاده من أجل نفس هذه الغاية. فنحن نقول أنهما هي بشارة ونبوءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون لهما من العمل ما يؤهلهما بعملهما أن يكونا سيدين لشباب أهل الجنة، والله تعالى أعلم. السلام. السؤال في 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 سيدة شباب أهل الجنة، إذا كان هما سيدة شباب أهل الجنة معناها هما بشرهم ربي اللي هما في أهل من أهل الجنة، صحيح ولا لا؟ السؤال اللي تطرح في مخي، وكيف كان الشيخ يحكي قالها من بكري وعودها، وقلت نسألها كي تتعاود نسألها، علاش ملا عند السنة 10 خلفاء أكهو ما فيهمش؟ مش 10 خلفاء، هم 4 خلفاء، ولكن 10 مبشرين بالجنة. عفوا، ورد فيهم حديث، لأن أسماءهم وردت في حديث. نعم، علاش ما تذكرش ملا سيدنا؟ طيب، القاعدة المنطقية تقول أنه عدم ذكر الشيء لا يعني ذكر عدمه. يعني إذا لم يذكر، إذا قلت أنه وجدت أحمد وكريم ولم أذكر ريم مثلا، فهذا لا يعني أن ريم ليست موجودة. عدم ذكرها لا يعني ذكر عدمها، كذلك هو الحال. فهذا الحديث فيه جملة ممن بشرهم الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله بالجنة، ولكن في أحاديث أخرى وفي مواضع أخرى بشر فيها رسول الله بالجنة الحسنة والحسين، بل جعلهما سيدين لشبابها. وفي أحاديث كثيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن يعني من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. فهذا تبشير بالجنة لكل ممتنع عن النميمة وعن غيرها، وهكذا. فالتبشير بالجنة ليس محصورا في قائمة
مضبوطة نهائية إن كان هذا وإن كان فيه حديث، ولكن لا ينفي وجود غيره. طيب خلي من البشري. سيداهمنا الوقت، هل عندكم رد على هذا؟ سريع جدا. سريع جدا. طبعا حديث المبشرين بالجنة لا نعتقد به، والحديث هو مضطرب أصلا حديثيا، القوائم مختلفة، لكن فرق كبير بين التبشير بالجنة وبين سيادة الجنة، في الجنة. نعم. بما فيها من الأقوام السابقة وبما فيها من صالحين وأولياء وشهداء بل وأنبياء، مقام عظيم يحتاج أن يتأمل فيه الإنسان. بارك الله فيك، يداهمنا الوقت. شكرا شيخ أحمد، شكرا شيخ كريم، شكرا مشاهدينا الكرام. إن شاء الله شهية طيبة، ونلتقي إن شاء الله غدا في مناسبة رائعة الحقيقة، هي من أهم المناسبات في تاريخ الدولة أو الأمة الإسلامية. إن شاء الله مش نتطرقوا لغزوة بدر بإذن الله. شهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.